بالمناسبة بقى، وصل بقى الموضوع لحد فين؟ سيبكوا بقى من الكلام ده، تعالوا بقى نشوف الجديد. خدوا ال مش عارفة أقول عليه إيه، ده إفيه، كارثة، مصيبة، أنا مش عارفة. بالمناسبة أنا شفت وسمعت فتوى على القنوات الإخوانية الإرهابية بتحلل بقاء الزوجة مع زوجها بعد الطلاق باعتباره طلاق سوري. حضراتكم متخيلين الوضع وصل لحد فين؟ انه راجل قال لها سوري واحنا اتطلقنا على الورق عشان يتحايلوا على القانون، فتمام مفيش اي حاجة، انت كده فلة زي الفل، ولا اي اندهاش ولا اي حاجة. عشان كده احنا بنقول الكلام ده، لانه حقيقي احنا محتاجين حركة من رجال الدين. يا جماعة الناس دي وصلت لمرحلة مش بس محاولة هدم الدولة، لكن كمان محاولة هدم اصول الدين. انه انا اقول لست لا خليكي بقى اي مبرر بقى وخلاص. خلي بالكم هما المشكلة بالنسبة لهم شخص الرئيس طبعا عدوهم، حبيبنا احنا طبعا اللي نجينا، فهما بالنسبه لهم اي حاجه اي تخبط اهي. دي كانت النص بتاع الفتوى، يجوز وتقعد عادي، وده السؤال، والراجل قال لها عادي مفيش اي مشكله، انت يعني ده طلاق سوري على الورق يعني لا انت جدعه، انت جدعه وكده، فخليكي عادي يعني مفيش اي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الواحد مش عارف يعني يقول ايه، يعني يرد ازاي على ده. يعني العاده المتاجره بالدين، تحليل الحرام ويبقى حلال عندهم طبعا، المهم المصالح بتاعتهم. يعني كان جماعه الاخوان بتطلع دين جديد، فتاوي جديده، يعني فتاوي غريبه بقت موجوده على السوشيال ميديا. زي ما بقول لكم، واحد بيقول على نفسه انه شيخ بيحلل الحرام، بيحلل ان ست تتطلق من جوزها وتفضل عايشه معاه عادي، عادي جدا. وده كان في برنامج على فكره على القناه الاخوانيه. وعايزه اقول لكم على حاجه، الفتوى دي كانت ايه؟ ابن الست مطلوب للتجنيد. ها بس كان حد نفسه يقول لها ان احنا يعني الخلفه دي اكيد مش هنبقى عايزينها نهائي يعني. فتعمل ايه عشان تتحايل على الموضوع؟ قالت لك انا اتطلق، انا وبابا يعني عشان الخلفه العار دي، وايه وكده خلاص انا هيقدموا ورق انه ابنهم العائل الوحيد ليهم. هتشال لهم طبعا ان مصر مليانه رجاله ومش محتاجين العيل التافه ده، خليه لكم يعني طبعا. والست راحت داخله وكتبت السؤال ده وراحت بعتاه، لكن لانه احنا بنتكلم هنا على موقف سياسي وعدائي ضد بلدنا وضد جيشنا، فهنا اصبح الحرام عندهم حلال. هو عندهم هذا المبدا، هو ضد مصر وضد حاكم مصر وضد اهل مصر وضد جيش مصر، فمفيش مانع ابدا ابدا بالنسبه له، مفيش اي حاجه، حصلش اي حاجه على رئيس زعيم عادل امام، حصلش اي حاجه ابدا، حللوه، ايه المشكله؟ طلق من جوزها وتعيش معاه مفيش اي مشاكل. وعشان كده احنا هنسال اهل الذكر اللي هم مالهمش هدف غير وجه الله تعالى، هل يجوز انه لاي غرض ما بقى، انا عايزه ابني يتهرب من التجنيد، عايزه اتحايل على الموضوع واخد معاش، عايزه اعمل حاجه، هل يجوز؟ بس طبعا هو بالنسبه له عشان قالت له ان انا عايزه ازوغ الواد من التجنيد، فقال لها حلال حلال، لكن لو كان ايام مرسي كان حرام وماله. طيب احنا معانا على التليفون فضيله الشيخ احمد المالكي، عضو المكتب الفني بمشيخه الازهر الشريف. صباح الخير على حضرتك فضيله الشيخ. صباح الفل استاذ اسماء، وصباح الفل على الساده المشاهدين وعلى مصر قاده وحكومه وشعبا. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ. يعني بكل تاكيد حضرتك استمعت لهذه الفتوى واللي تم تداولها بشكل كبير جدا،
واللي فيها رد اللي هو لا شيخ ولا عالم، وقال يجوز، قال للست كده انت جدعه وام عظيمه انها عايشه مع زوجها مطلقه وعايشين مع بعض عادي جدا، بس هم رسميا على الورق وامام الدوله وامام القانون وامام المأذون متطلقين. فقال لها لا يجوز وهو حلال وانتي مش قاسمه، وحلل كل شيء يعني الحقيقه، خلى كل ما يعني كل معلوماتنا المتواضعه عن كل ما هو حرام هو حلال عندهم. يعني هو انا بس عايز اقول لحضرتك، انتي قلتي يعني ايه في كده الاستاذ عادل امام، فعايزين نقول هو الدين بيقول ايه؟ الدين بيقول ايه؟ صح. يعني هو ربنا قال وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، يعني القرآن قال الكلام ده، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فاللي بيخدع ربنا، ربنا بيخدعه سبحانه وتعالى. وبيلبسوا الحق بالباطل، يعني وربنا كان بيقول لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا الشخص، بس خليني يعني أتكلم بس بداية، إن الإنسان ده عنده من الكبر والعنجهية والوصولية زي ما بيقولوا، يعني إنسان لا يعرف شيئا في الشريعه الاسلاميه اصلا على الاطلاق. وده خلينا نقول ده يعتبر يعني نقول غلام مثلا، صبي من صبيان هذه الجماعه. يعني للاسف الشديد هذا انسان، يعني انا تتبعت بعض الفتاوى ليه، هذا انسان مدلس، هذا انسان يمارس دور تخريبي. الانسان ده اللي قبل كده اللي قال هنقطع ايديكم وارجلكم من الخلاف، يعني هو اللي قال الكلام ده، هو اللي سمى الجيش المصري والشرطه المصريه خنازير. هو ده الانسان، يعني قطع الله هو مش انسان يعني. بس انا هرجع للفتوى دي فضيله الشيخ، ما هو ممكن الناس يعني او ست زي دي قالت لك بقى خلاص ده الراجل قال حلال. ما انا هوصل هقول لحضرتك، احنا عندنا يا استاذه اسماء الناس للاسف الشديد غايبه عنها المساله دي. الانسان اما ان يطلق زوجته باللفظ، واما ان يطلقها بالكتابه. انا براءة عند المأذون، ومش هقول لن تطالي ولا اي حاجه على الاطلاق، ولكن انا اكتب كده اللي انا طلقتها وبمضي على هذه القسيمه. ايه الحكم في المساله دي؟ لا، العلماء رحمه الله عليهم بيقولوا ان الطلاق بالكتابه اصلا ده يقع، والكلام ده مش كلامي انا، يعني ده مذهب مثلا جماهير الفقهاء الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله، قالوا الكلام ده ان وقوع الطلاق بالكتابه. فالست اللي طلقت من زوجها ده على ورق اللي هو المأذون على الأثيمة، اللي هم اتجوزوا أصلا بأثيمة فطلقوا بأثيمة، فيجي هذا الكذاب المدلس ده يقول لا مفيش حاجة ويجوز اللي أنت ترجعها. أصلا كمان ما ينفعش إن هو يرجعها إلا بعقد جديد كمان. يعني برضه في نقطة مهمة اللي إحنا نفهمها، إن الإنسان لما بيروح يتجوز يعني الطلاق على الورق حتى لو ما قالش اللفظ يقع. إحنا عندنا الطلاق إما صريح وإما كناية. فبعض العلماء قالوا كده ان الطلاق على الكتابه اللي هو بالكتابه، واحد بعت لمراته على الواتساب بلفظ انت طالق، وهي تاكدت ان هو قال فعلا انا اللي كاتب الكلام ده، يقع ولا لا يقع؟ الجمهور رحمه الله عليهم قالوا، الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله قالوا يقع. حتى الافلام القديمه كانت فاهمه الكلام ده، يعني يقول لك ايه، انت طلقتي غيابي على الورق. ايوه طلقها كده على الورق. صح، ما هو انا كنت لسه اسال حضرتك ده، الطلاق الغيابي يقع، يعني هو طلقها على الورق ما لهاش امامها باللفظ انت طالق. ايوه، فهو ده راي الجمهور، يعني ده راي الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله لما قالوا الكلام ده. اللي طيب لو الانسان طلق بقى مراته يعمل ايه وهو عند مأذون؟ هم بقى مش فاهمين في نقطه، وللاسف الشديد لازم الكلام ده يعني يتوضح اكتر، ان الانسان لما يطلق مراته عند مأذون، المأذون بيكتب حاجه مهمه جدا ولازم الناس تاخد بالها، ان المراه دي مطلقه على الابراء. بيكتب كده في الطلاق، في قسيمة الطلاق، انها مطلقة على الابراء. عارفة الابراء يعني ايه يا استاذة اسماء؟ لا يا فندم. الابراء عشان اللي هو الخلع، يعني عشان ما ينفعش الراجل يتحايل ويقول ايه، انا ليا 3 شهور فانا ينفع ان انا ارجع مراتي فهي مراتي، ويبدا يعاشرها معاشرة الازواج، فيقول لك لا. اللي هي انا رديتك يعني؟ اللي هو انا رديتك بقى ده في عدة، فهو بيتكتب على الابراء عشان اللي بيطلق زوجته خلعا او على الابراء ما ينفعش ان هو يرجع مراته الا بعقد جديد. يعني الست دي بقى كده يعني عايشه مع جوزها، يعني لا يجوز له ان هي تجلس مع هذا الزوج اللهم الا بعقد جديد، لازم عقد ومهر جديد، كانهم بيتجوزوا من الاول خالص. فالانسان الكذاب المدلس ده قال لك لا ما فيش وبتاع، وبعدين بقى ايه، هو ساب الحته دي خالص، يعني هو المشكله
ان الفيديو كله هو ما كانش بيتكلم في الحته دي. اهو بيتكلم على البلد وعلى الريس وعلى الجيش وعلى يعني على مصر بشكل عام. وهو طبعا سايب الدين خالص يعني، هو ما اتكلمش في اي جزئيه دينيه اساسا. يعني هو الاشكاليه بقى عند الناس دي ان هم يعني اولا خطوره الفتوى ده يعني طبعا سبحان الله امر صعب جدا، يعني لانه يعني والقران الكريم قال كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالانسان ده بيتقول على الله عز وجل كلام ما لم يقله او ما لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام. الحاجه الثانيه بقى اللي هي بس احنا محتاجين اللي احنا يعني نوضحها، ان يا جماعه خلي بالكم ان الجماعات دي هي من يعني ما حدش اساء للاسلام، حتى اعداء الاسلام نفسهم ما اساؤوش للاسلام اكثر من الجماعات دي. يعني الجماعات دي هي التي اساءت للاسلام وهي التي اساءت للمسلمين بهذه الفتاوى اللي هي انا اصلا ما ينفعش اقول فتاوى اصلا، بهذا الكذب وهذا التدليس وهذا الضلال. وكل واحد يرى انه على الحق، يعني هو يجي في الاخر يقول لك انا الذي على الحق. واحنا لما نقرا ادبيات الناس دي اصلا يعني لما نيجي نقرا ادبياتهم منذ النشاه سنه 1928 يقول كده، يعني بعض الناس اللي هم مشهورين يقول لك كده ومن لم ينتسب الى هذه الجماعه فهو ايه؟ يعني اين العقول؟ الناس دي راحت فين؟ بس للاسف الشديد احنا كنا في زمن من الازمان يا استاذ اسماء، مثلا 30 سنه 40 سنه 50 سنه 70 سنه اللي فاتت دي كلها للاسف الشديد كان في مقايضه كده طبعا، وخلينا نتكلم بين بعض الحكومات ومن بعض الجماعات طبعا هذه الجماعات. انا قلت ده فضلت الشيخ يعني، لكن قولا واحدا طيب عشان نحسم هذه المساله وعلشان ما يقعش اي حد بيسمعها لنا يعني او بيسمعنا او ست بتسمعنا تحت تاثير هذه الفتاوى. اذا الراجل طلق مراته على الورق هي طالق قولا واحدا. طبعا اذا طلقها عند مأذون ومكتوب فيها كده بيتكتب كده مطلقه، ما هي كانت بتطلع ورق رسمي انها مطلقه. لا ده انا هتكلم في حته تانية، اللي هو طلعها عند مأذون ومكتوب على الابراء فما ينفعش ان هي ترجع له، حتى لو قالت ده انا لسه متطلقه امبارح ما ينفعش ان هي ترجع له الا بعقد جديد ومهر جديد. انا بشكرك جدا فضيله الشيخ احمد المالكي عضو المكتب الفني بمشيخه الازهر. يعني ما اعرفش طبعا اللي كانت بتسال دي بتتفرج على قنوات ارهابيه ولا لا، بس لو حد يعني يعرفها بقى بتتفرج على قنوات عاديه حد يقول لها ان انت عايشه في الحرام يعني. يعني اللهم انا قد بلغنا براحتها بقى، عايز تاخد فتوى الاخوان بس تفضل مكمله كده. ما انت طلقتي عند مأذون واكيد عملتي ورق وصحه الورق وكلام من ده، يعني ولا فارق معاهم الدين يا جماعه، ولا فارق معاهم ان الست دي تعيش في الحلال ولا في الحرام. لا لا لا، المهم هو عايز ايه. وهي يعني هي لو كانت طلعت قالت كده كان حد قال لها ان احنا لا عايزينك ولا عايزين الخلفه بتاعتك. يعني اصل احنا الحمد لله رب العالمين عندنا رجاله كتير قوي فمش ناقصين المحروس ده، لكن كمان مش انها تدخل في كارثه. الله اعلم الله اعلم، لكن احنا حبينا نقول لحضراتكم رد اهل العلم واهل الدين، مش ردنا، رد مشيخه الازهر ايه؟ انه حد بيلجا لده تحت اي مسمى تحت اي مبرر بقى، ان انا بعمله علشان انا عايزه اتحايل في كذا، ففاكر ان انا كده لما اتطلق لا ما انا اتطلقت على الورق ما طلقتش، ما قاليش انت طالق فانا كده ما اتطلقتش. يا سلام،